إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن شاء الله ولليال كلمة ديدة وحيكو سابسنان دونتا كوه لهوجيي لهوجيي فضائش بش رمضان. سان أغنى هاي بش رمضان بش مكي بلته أما أي دلته وحيا وبدن مارتي أي أسود درساية وميزة أيضا خاص وأه بشاس وحاكمة دو حيا بهاس هبين وهرية وبش رمضان أي بلته الباب النارتي الباب المارتي والحرى منا رمانتو شياطين مردة الشياطين والحرحرة والحبسة. إذن هدي الحرى الباب النار معنى هذا الباب الجنة على فرايا أن وحاكرة مارت بشاس جده هذا دعاية تتكمات ولو دم دافيا ولو نحريسنا يا وانا لحرينا وحالا وحرينا يا قورتو النار ايضو ارماس الجيران وحاجر تتكمت المسلمين وهو لها سيد الامورات سيد المارت كهوغي وان هلين ان لو دم دافين لو نحريسنين قورتو المارت ان لو حرينين النار كواز واما حي وحالي هذا الأشقياء في رمضان وقوه هوغي أو لغا حرمي لغا هوجي مارتي خيرات كبش رمضان ينفحات كس. إذن من هم تتكاس النبي عليه الصلاة والسلام أيا نوشيغي أحاديث تيس أيو نوشيغي إمام الترمذي كتاب سنن الترمذي حديث درجيديس وكشاغ شاغ حسن صحيح ودهي سيدا ودا أوغي هاي علمو دا أوكتا هاي إمام الترمذي مصطلحات وليه خاصة سوعة. إذن مصطلحات كيسو حاكمة دا حسن صحيح وده إذن حديث كان درجيديس هو حديث حسن وصحيح عنه و حديثك حول النبي عليه الصلاة والسلام أيا وحو فولي منبرك منبرك مركو فولي وحولي آمين 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 أيوه يلي مارس سدح دور روايات مختلفة أكو سؤالات دور روايات واي إن مركز ساوي يلي والرواية الأولى رواية كلا وحي ليذ هاي نبو عليه الصلاة والسلام من بر كفول. إذن مر كفول هاي أي نوت المامة مر الصحابي هاي. فلما رقى مر كفول عتبة جران جرت كوة مر كفول إلين رواية وحيري سدها قول وحيري سدها قول آمين آمين. رواية أنا ما كان شرحيس عليا هاي مركو أفولي جران جرت كوات آمين آمين. فلما رقى عتبت قال آمين، ثم رقى أخرى أي معنى عتبة ثانية جران جرت اللبات مركو أفولي مر لباد وحجري آمين، ثم رقى عتبة ثالثة
جران جرت سدحات أيوفو للنبي عليه الصلاة والسلام فقال وحولي آمين مرسدحات أصحاب رضوان الله عليهم أجمعين وإن لي يابن محاكين يابك يابك وحاكين ضغن أمأهين مركو منبر أفول هاي إن أويد هذا خد بضا مركو جيدين رب آمين آمين إن أويد كلما رقب رقى أتبا مر الله مركو أفول جرانجر إن أويد هذا آمين ضغن أمأهين نبو عليه الصلاة والسلام إذن ماشي وها دليل كأ وكعد إن مارت الشيء حادث أجرى إن أرن سود درسي ماشي كعد أرنك يا ويدي من قيل يا رسول الله إنك صعدت المنبر وحد فوش المنبر فقلت وحاتري آمين آمين سدح قورة وحاتري آمين آمين فقال أعيني وهو جوابه عليه الصلاة والسلام بحي لسه قد بولدي سببتك كانت إنو يرهد آمين آمين طغن كنوعا ما تقولي مالي أيوة عدينا وعيري إن جبريل عليه السلام أتاني مركا أنفولا جران جرت ومنبرك أنفولا وحقي مادي جبريل عليه السلام عليه السلام جبريل مركا مادي نعم واي مادي محوص محاو مركا محولي مادي فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين جبريل بأي إمادي عيوير محمد قفت بش رمضان حلالة أما قارة كجدال أنود مدافن سلاس النار وقوغلة إن إلهي النار وقفوغي له آمين أنا قلت وحاني آمين أنا قلت وحاني آمين إذا من كان والهوج وهو خسر خسارة ليس بعدها خسارة خسارة مارت خسارة أن قدم بينه تي قدم بيسئة وحميدة أيها مارت من كان هل أيها هل أشوء سابت خسارة الدنيا قف واكسوا كبن كرا دي تمر غني وثري ومارت حوله إذن مارت إضافان حاليا مرت إن مرت دب سكر مرت سفيع سوسو حبايه مرة بهذا النص جرانجر صفر لكن هدي مرة مرت جانسي خد أف الدنيا أضافت ومرت نفط العلاقة هذا والنار لو قلي والنار لو قلي ونعوذ بالله من ذلك خسرت كل الخسارة وخسارتي خسارة لمان حقيقة مرت أتخسرتي إذا ننك كواد قدتك لهوجي لهوجينا يا مارت أما لهوجي بش رمضان لهوجينا وقف بش رمضان مارت أصو قشي أصو هلاشي بش إذن يا مارت جوي لغي أبطا إنو صومي لكن أنو دم بالآفين وان مارك وعينا فكرتا آد مارت كو فكرتا قابك دم الغوغو ضاف لها وأتكو قولي سنة بش رمضان وإن أتكو الدداشة وحيابها مارتي كينا إن أتهوكتت أما لغاهوج بش رمضان هذا إسكي إلى رسيت قفك اللابات وددك هوغي كمدة ومن أدرك أبويه وقف هلالي عمل نولا عمرك أصعب محي إن أول نولا ذا لبدي سوالي عمل لبدي والد مد كمدة نعم مارتي أمنا مارتي إحسان فلي لبدي سوالي معنا باهر أمنا قنم باهر أمنا قنم فلم يبرهم معنى ذلك وحاميشي كعاد عكس كلمة عكس كذا كان عاصيا كان عاقل لوالديه والدين تسأيو مارت قوي عاسي أو قوها إذا نقفك لبات وأن النبي سوالد سوغاري
لنولادي ومن إحسان فلن نولا شيء بس نولا ما أدري لنولا كل جد واحد بترش هذه ولدك لنولا شيء 50 سنة لكن ما أدري بره هذا وهين إحسان هذا مسمين مسمينه ما فائدة إلا إذا ملا خسارة بقوس خسارة ما هو جر إذن وأنين لبدي سؤال لنولادي إحسان أنا مسمين لبدي سؤال معنا بره أن أنغنيه وفتح النار بسبب ذلك وكوغل المات النار قفك أسقى فأبعده الله وإلهي ومارده كفه النار وحتى هذا قل آمين إن مارت إلهي إلهي ونارت كفه هوري مارت إلهي عمق مارت ديب لوغلي إلهي كسيفه له مارت آمين مرك جبريل ساس يقول له أنا إنه حاندي فقلت آمين وأنا أجيبه فقف كل بعض قف كالسدحات ومحرومين كمدة في شهر رمضان من ذكرت عنده من ذكرت عنده فلم يصلي علي فمات فدخل النار فبعده الله قل آمين فقلت آمين قف السدحات ومارتك هو كمده ولغا مارتك هوجي بدخول الجنة أما مغفرة الرحمة العتق من النار لغوجي وحكمده وقف وحالي رواقف أكتس مغا عاغا لغوشي مغا عاغا أكتس بغوشي مركب مغا عاغا لغوشي أسألنا كموسن كموسن سليم صلى الله عليه وسلم موسن وقف أكتس النبي عليه الصلاة والسلام مرعيس الوشي وأنكو سليم وأسكع مصير قف أسألنا سا وكوغيريوي سيداس وكوغل النار إن إلهي مارت النار وكوفغي وكوحل ديري ده مارت آمين فقلت آمين له حديث كان وحقو سوغنيا سنة ترمذي وحان سوغري نقرى صحابي لرا كعب بن عجرة رضي الله عنه نعم وهكذا مارتي السنن الترمذي سنن الترمذي قصه وعبارة كلا باللفظ الآخر لكن معناها مد اسكو مد نبي عليه الصلاة والسلام رغم أنف رجل رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ ثم انسلخ قبل أن يغفر له معرتي وهاب روي معنى إرغام ماشي وها إشارة أما تلميح قف كمارتي أنت قبتي ما هذا كذاك أنت سأل قبتي ومارتي أقول كتو ترتي وجه وجه ترتي ولي سانك ساتا مارتي عيد وركن معنى إدلال ماشي قدام ما يقول أنت اللي جديد وملح ملح وأستاذ دي صنع أفك ما تعيد على قليش وإذلال واد خزيش واد ما تدليش وين مركن وها واد وها دلوي أمر غيفا أنف وين أنف صنع لقى إشاري سنة تبدي داء بله هو كله أنا ذلك إن كان واد دلوي وهو وخساري خزين وقل عيو وقمع وقف بش رمضان وسوقش سوى عافمات قبل لقيا أباتا إنو صوم بش ثم انسلخ شهر انصرف بش واتمات مضى بش واتمات قبل أن يغفر له كهر سوى ماتي لو دم دافن معنى بش وسوقش خلاص باعوا كفاية دي سماء لم يغفر له ولم يرحم له ولم يعتقب رغبة من النار إذا ننكس وهو جاسم
والرواية الثانية. أنت المركز الأشقياء في رمضان وسد على قف قف قوة وقفك وقف محاوي بشر رمضان بشر رمضان وزوجش لو مدن بدافين بش وايد لما توي بحدي حال كيس وحبس كم بدل السيدي هرو مع سيدي بلايد وكل حاجة المولي سيو له تابعها نينكاس بحالي لي نينكو نوع عصا إن إلهي النار تكفوه محمد الله آمين آمين الله نينك لابد وانين لابدي سؤال سوغاري أن كفا إيدي سنين أن وحسن فلين صار نار تكوغالي معنا واقو عاصي والدين زيسي واي غيريوذن أي ورالك أهي أي كي غيريوذن أي لافن قفو عاصي نمر صار نار تكوغالي إن إلهي النار تكوسي فوغي ده مارتي آمين أنا أمين عن ذلك. قفك السدحات وقفك مارتي أكتس الغسل لنبي محمد عليه الصلاة والسلام السجن مارت أن قسل صلوات الله والسلام عليه قف سجن مارتي قف مارتي لقهو جي خير وإذل ده مارتي إن السجن مارتي نارت هوري الغسل فوي أمين عن ذلك. إذن قفك رمضان سوى قال حديثك رواية حديثك اللبان وعن لو دم الدافن إن ما أردت أسمع هلا رغم أو حديث منه وهو ما أردتي سنكيس رغم ما أنفه الله هي إذا سنك بس ما هو هواي وجب جيسواي معنا واحد لك سميوا قف بشر ما أنت قصوك شيء أسوأ واحد أنك فائدة لافتوا حديث كلام قصوك قبل دون إن شاء الله وكلمة هنا بش رمضان أم الصيامك سيدا الأغنى هاي شافع وشفع من صفات الصيام أن يشفع للصائم إنه مر صفاتك صلاة صفات بيلدها زكاة صفات بيلدها عباداتك إذا المرتي بأنواعها المختلفة وعليهن صفات بيلدها من صفاته إذا وحكمها لما صفاتك رمضان صيامك ما لكن وحكمها صفات أن الصيام يشفع يشفع لمن؟ يشفع للعبد يوم القيامة يشفع للعبد يوم القيامة هو له رمضان كي أحلى سيد القرآن كي بقو الشفاعة رمضان كي بقو عليها أي ربي ربي يو منعته وأنكر ربي منعته وأنكر ربي الطعام وانتدى أنكر ربي والشهوات شهوديش نفتس واحد جعلت حوينك وما إلى ذلك أيان كرهبي قرما بالنهار ما لنت رمضان فشفعني فيه إيه وشفع إيه أولا مارتي إنا نشفع ولا أولا نعم حتى كان حسوري إمام أحمد وحسنا حديث كان وها درجة حسن جارسين الإمام الهيثمي إسناد أحاديث إذن بش أيضا صان أي نفحات أي ليلة بركات أي ليلة إذا الصوم كنفتي بمارت دتك الشفاعة كورا نك اللي ذهوج ما الإبرة مارت وكل عاية خطر تل أي ليلة وخطر أنت ذلأ ما دام هاد بش نوصل وجهنتها أنا سو قابلي وأيام معدودة مرتي نوهر سنتي كو ولد كذا دو نولي هاي باهر أمه باهر أمه هدي هو رام مرتي توفيق مرتي أنا لغوا في جن ومرتي أنا لغوا في جن أنا أنا قلت باهر والدين ده إحسان على روز معي سكوت ده مرتي أنا توب كنتي والدين ده هتقولي كن ولاد بش رمضان صلى الله عليه وسلم كنت لقلق سيدي أدمارت كغيمة دعون لهذا تتكي لو دم بدافة أو لو نحاري سنة أو نارتك لو حورينا سيدي مارت كغيمة دعون لهذا مارت حسابت ميزان في العدد جدول كدرس نعم نقطة ثالثة صلوات الله السلام عليه مركي أدمغش هذه الغصة لي وحات كد إذا وين تقصى لي إذا هذه تقصى لي وين لباتدان أي دلائسة لباتدان
دليس أو أمتنا أدهوك إلهي أو إخلاص نو دليل ميزان حسنات كلمة نو كبا كلمة الآن وانفع لما أنت هذا المرة توفيت الآن وافج خاتم النوى قاجي قبل إلهي نو جالس مصائب تسعتنا إلهي دنا عنك مرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.